رح نيجي لأنواع البيانات هاي بالتفصيل. إذا بنيجي للأرقام، أرقام البايثون، هناك عندي ثلاث أنواع للأرقام اللي هي الانتجر والفلوت والكومبلكس. المتغيرات أنواع عددية تنشأ بس نسدد لها قيمة، يعني الـ X والـ Y والـ Z. ونلاحظ الـ X هي انتجر، الـ Y هي فلوت لأنه أعطيناها فاصلة، والكومبلكس هو رقم مع عدد. إذا بدنا نتحقق من نوع الـ Object والـ Python نستخدم الـ Type Function مثل ما تكلمنا سابقا. إذا خلينا نجيب هذول المتغيرات ونقول له هاي المتغيرات أعطيني أنواعها، هيطبع لي انتجر وفلوت وكومبلكس. نفذ لي الموضوع، فعلا طبع لي انتجر وفلوت وكومبلكس. الانتجر أو الانتجر int هو رقم كامل إيجابي أو سلبي بدون الفواصل وغير محدود، عدد غير محدود. لو نلاحظ هون هاي الأمثلة فعلا كلها انتجر لأنه بدون فواصل وموجبة أو سالبة. هون لو قلت له هاي الأمثلة راح نلاحظ أنه هي فعلا كلها انتجر. لاحظ أنه هاد كله انتجر، هذا انتجر، وهذا شايف مهما كان الرقم بدون فاصلة موجب أو سالب كله بيعتبره انتجر. الفلوت عندي الفلوتينج بوينت نمبر أو النمبر موجب أو سالب بيحتوي فاصلة أو أكثر. يعني هون عندي هاي الأمثلة، لو قلت له شو بدي بدي أنواع على هاي المتغيرات راح لاحظ انه اعطاني كلها فلوت. هاي فلوت شايف فاصلة واحدة او فاصلتين او اكثر، موجب او سالب مع الفواصل كل نوع فلوت. الفلوت ايضا هي ارقام علمية مع الـ E indicate the power of 10، يعني الـ E قوة of 10. كمان هاي الارقام كلها بتعتبر فلوت، يعني 35 إيوس 3 تعتبر فلوت، 12 إيوس 4 تعتبر فلوت، كمان إيوس 100 تعتبر فلوت. هاي كلها فلوت موجبة أو سالبة، فلوت تعتبر فلوت. لو قلت له طبع لي هدول المتغيرات برنت الاكس وبرنت الواي وبرنت الزد، شو راح يعطيني؟ راح يعطيني قيمة الفلوت. شغل، فعلا اعطاني اياها، هي فواصل اصلا، هي الاي هي قيمة العدد الأسي 35 إيوس 3، هي فعلا إيوس 3، 12 إيوس 4 12 إيوس 4 ناقص 87.7 إيوس 100 أعطاني إيوس 101. إذن هذا الموضوع. المعقدة numbers are written with G as imaginary part. هذا الimaginary part، الأرقام المعقدة هي حقيقية معقدة تشمل المعقدة، الأرقام المعقدة مجموعة الأرقام العقدية، الجي التخيلي والحقيقي. ولو قلت له نفذ فعلا أعطاني أرقام عقدية كومبلكس. هذا شيء موضوع رياضيات. طيب كونفرجن بدي أحول نوع المتغير لنوع ثاني، to convert one type to another، انتجر أو فلوت أو كومبلكس، نستخدم تا
التغييرات نفس العملية السابقة، بس بنقول له اللي هو شو. لو أخذنا له أمثلة السابقة راح نلاحظ أنه غير لي قيمة المتغيرات بناء على التغيير اللي أنا بدي إياه. هون الـ A قيمة جديدة، قلت له بدي float الـ X. X نحن كانت هي انتقر، هون عندي الـ X هي انتقر. لو قلت له float الـ X راح يعطيني float. بدي أغير الـ float لانتقر، هون 2.8 بدي اياها انتجر، كمان راح يحول لي الواي لانتجر، والكونفيرت من انتجر لكومبلكس كمان راح يحول لي الاكس من انتجر لكومبلكس. وطلب لي اياهم وطلب لي انواعهم، راح نلاحظ انه نفذ لي الامر، راح فعلا ينفذ لي الامر. هون 2.8 كانت تحولت ل 2 لانتجر، وكانت 1 تحولت ل 1 بلس 0 جي اللي هي المعقد الكومبلكس، والواحد تحولت لواحد فاصلة صفر لفلوت. طبعا لأنواعهم فلوت انتجر كومبلكس. نلاحظ هون ما بتقدر تغير من كومبلكس لنوع ثاني من الأرقام، أما العكس صحيح، يعني من نوع انتجر أو فلوت بتحوله لكومبلكس بيتحول معك، أما من كومبلكس لانتجر أو لفلوت هون في مشكلة. راندوم نمبرز كمان عندي البايثون ما فيه راندوم فانكشن عشان تحلي أرقام راندوم، لكن بالبايثون تقدر تبني موديل جديد بتسميه بايثون راندوم. هذا الشيء تستطيع أنك تستخدمه عشان تجعل أرقام راندوم، يعني مثلا قلت له امبورت راندوم وقلت له اطبع لي الراندوم، وانا استوردت الراندوم قلت له اطبع لي راندوم راندوم رينج من 1 لـ10، اطبع لي أرقام عشوائية من 1 لـ10 وقلت له نفذ لي الأمر، راح اطبع لي 4. قلت له نفذ لي مرة ثانية راح اطبع لي 1 بشكل عشوائي، يعني راح يختار لي رقم من 1 لـ10 ويطبع لي اياه. طبع لي مرة ثانية طبع لي 6، طبع لي مرة ثانية طبع لي 2، طبع لي مرة ثانية طبع لي 2، طبع لي مرة ثانية طبع لي 8. اذا بشكل عشوائي راندوم، نستورد المكتبة راندوم ونقول له راندوم رينج من 1 لـ10 بيعطيني قيمة عشوائية من 1 لـ10، اذا 2. اذا هاي قيمة الاعداد، تغيرات العددية.